بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة متواصلة لكتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، للحافظ المجتهد الفقيه أبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وهذه القراءة قد شرعنا فيها قبل 3 سنوات، حتى جاءت أو نزلت بنا هذه الجائحة، جائحة كورونا، فقطعتنا عما كنا نحن بصدده من مواصلة هذه القراءة. فأسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يرفع عنا هذه الغمة. وكنا قد وصلنا في قراءتنا في هذا الكتاب إلى باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي قبل أن نشرع في قراءة نص هذا الكتاب أو شرح هذا الكتاب، أورد موجزا عن أصل هذا الكتاب وعن شرحه. فأصل هذا الكتاب هو عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى، جمع فيه ما اتفق عليه البخاري ومسلم من أحاديث الأحكام، ثم سمى كتابه هذا بعمدة الأحكام. فتتابع بعد ذلك العلماء في شرحه، ومن أوائل هذه الشروح الشرح الذي بين أيدينا أو الذي نحن بصدده، وهو شرح العالم الفقيه تقي الدين بن دقيق العيد، سماه إحكام الأحكام، إحكام الأحكام. وهذا الشرح يعد من أبرك وأنفع شروح عمدة الأحكام بلا مدافعة. وحسبك أن ترجع إلى كتب الأحكام وكتب شروح الحديث، فإنك ستجد أن أغلب أهل العلم قد اعتمد على نقول وعلى تقريرات وعلى تحقيقات الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. كل من جاء بعد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قد اعتمد عليه، وقد حوى هذا الكتاب من فنون العلوم أصولا وفقها وبلاغة ولغة ما شهد به القاصي والداني. وحسبك أن الإمام الزركشي رحمه الله تعالى حين شرع في جمع الكتب التي سيعتمد عليها في نقول مسائل أصول الفقه في البحر المحيط، ذكر هذا الكتاب، مع أنه كتاب ليس في الأصول، إنما هو كتاب في الأحكام، لكن ذكر هذا الكتاب وكتاب الشيخ تقي الدين الآخر شرح الإلمام، ثم قال: وبهما ختم التحقيق في علم أصول الفقه. هذا موجز أحببت أن أقدمه، لأن البث الآن سيكون مباشرا، وسنلتقي بأنفس وكذلك بطلاب لم نلتقي بهم قبل، فلذلك كان لابد من ذكر هذه المقدمة وهذا التعريف الموجز لهذا الكتاب. وإلا فأغلب طلابنا الذين كانوا يحضرون معنا يعرفون قيمة هذا الكتاب، ويعلمون أيضا أننا في أول شرحنا لهذا الكتاب قد ذكرنا نبذة مطولة عن الكتاب ومؤلفه رحمه الله تعالى. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته
فاعتداله بعد ركوعه فسجدته، فجلسته بين السجدتين فسجدته، فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. انتهى الحديث. ثم قال الحافظ عبد الغني المقدسي: وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. ذكر الرواية التي انفرد بها البخاري عن الإمام مسلم فيه، أو عما اتفق به مع الإمام مسلم. الرواية الأولى هي التي اتفق عليها الشيخان، ثم ذكر الرواية التي انفرد بها البخاري وذكرها موجزة. لكن في هذا المقام، في هذا المقام سأحتاج إلى ذكر هذه الزيادة بنصها من أولها، لأن الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى سيأتي فيما بعد، لأن بين الحديثين تعارض، سيأتي بعد ذلك فيستدل ببعض الألفاظ التي لم ترد أو لم يردها الحافظ عبد الغني المقدسي. ونص الحديث الذي انفرد به البخاري رحمه الله تعالى قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. فكن على ذكر حفظك الله تعالى من قوله كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنعود أو سيعود الشيخ في مقام الترجيح إلى هذه اللفظة، وهي كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وقبل أن نشرع في قراءة شرح هذا الحديث، لعلنا نورد ما استدل به الأصولية، أو فائدة أصولية لم يذكرها المصنف في ثنايا الكلام وأخشى مع القراءة أن أنساها، وهو أن هذا الحديث الذي نحن بصدده قد استدل به الأصوليون على حجية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: رمقت، بمعنى أنني نظرت نظرة متعلم متأن إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن فعله صلى الله عليه وسلم حجة لما كان لهذا النظر وهذا الإمعان في النظر فائدة. فدل ذلك، فاستدل به أهل العلم على حجية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فائدة أخرى أيضا نذكرها في هذا المقام، وهي فائدة لطالما ذكرتها وكررتها، وهي من نفيس الفوائد التي ذكرها ابن الملقن رحمه الله تعالى. فإنه يقول: إذا كان الراوي، إذا ذكر الراوي في ثنايا الحديث وكان ابن صحابي، ينبغي في مقام الأدب أن تترضى عنهما كليهما. فها هنا البراء بن عازب هو راوي الحديث، إنما ذكر أبوه عازب رضي الله تعالى عنه في خلال السياق، لكن قال الشيخ، قال ابن الملقن، قال: من الأدب في هذا المقام ألا تترضى على الراوي فقط، بل ينبغي أن تترضى عليهما معا. وهذا الذي فعله الشيخ عبد الغني المقدسي، فقال رضي الله عنهما. لكن كثير منا يسهو، فلذلك إذا روى الحديث عبد الله بن عباس قال روى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. والأدب في هذا المقام أنه لما كان ابن صحابي وقد ذكر أبوه في سياق الكلام، فلا بد كذلك أن يترضى عنه، فيقال رضي الله تعالى عنهما. هاتان فائدتان أحببت أن أتقدم بهما حتى لا أنساهما في ثنايا الشرح. قال الشارح الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: قوله قريبا من السواء قد يقتضي إما تطويل ما العادة فيه التخفيف، أو تخفيف ما العادة فيه التطويل، إذا كان ثمة عادة متقدمة. قال: وقد ورد ما يقتضي التطويل في القيام. وها هنا
نقول أن البراء بن عازب حين ذكر هذا الحديث فإنه يخاطب به آخرين، فقال قريبا من السواء. ما هو هذا السواء؟ هي لفظة مجملة، ما نعرف هل قصد بالسواء التطويلة بمعنى ركوعه وسجوده كان قريبا من سواء التطويل فكان يطيله، أم أراد به قريبا من السواء من حيث التقصير بمعنى أنه كان يقصر صلاته. فاللفظة مجملة، لذلك قال المصنف، قال الشارح في هذا المقام، قال قريبا من السواء، هذه تحتمل إما التطويل وإما التقصير، فاحتجنا إلى مرجح خارجي بمعنى أن نبحث في نصوص أخر حتى نعرف ما المقصود بالسواء هاهنا، ما المقصود بالسواء. فقال وقد ورد ما يقتضي التطويل في القيام كقراءة ما بين 60 إلى 100، فجمع من النصوص والآثار، أي جمع ابن دقيق العيدي، ما يرجح أن المقصود بالسواء هنا بمعنى أن سجوده وركوعه وقيامه صلى الله عليه وسلم قريبا من التطويل، بمعنى لا يتمايز إلا تمايزا يسيرا. قال كقراءة ما بين 60 إلى 100، وكما ورد في التطويل في قراءة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. فإذا لفظة على السواء لما كانت مجملة تحتمل التطويل والتقصير، وهذه قاعدة عند أهل الأصول أن اللفظ المجمل لا يحمل على أحد معنييه إلا بدليل بمرجح. فبحث المصنف أو الشارح في هذا المقام عن المرجح فرأى، فنظر ثم تتبع، فرأى أن المقصود بالسواء أي من حيث الإطالة، بمعنى أن سجوده وركوعه قريبا من السواء، أي كان يقرب سجوده وقرو في تفاوت لكنه قريب من بعض من حيث الإطالة. قال الشارح الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وقد تكلم الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة، فانتقل إلى مسألة أخرى، إلى مسألة أخرى، مسألة فقهية، وهي مسألة الإطالة في الأركان، وسيأتي خلاف أو سيذكر خلاف بين أهل العلم في القيام في الاعتدال من الركوع. قال واختلفوا في الرفع من الركوع هل هو ركن طويل أو قصير، ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصير. طيب هل ثم فائدة للخلاف؟ قال نعم، وفائدة الخلاف فيه أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة، ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعي أنه إذا طوله، أي الاعتدال من الركوع، إذا طوله بطلت الصلاة، وقال بعضهم، أي بعض الشافعية، لا تبطل حتى ينقل إليه ركنا كقراءة الفاتحة أو التشهد. قول المصنف، قول الشارح هاهنا، قال بعض أصحاب الشافعي أنه إذا طوله بطلت الصلاة، هذا هو المذهب، المذهب عند الشافعية أن الإطالة، أن إطالة الوقوف بعد الركوع قالوا هي مبطلة للصلاة، ورواية أخرى أو قول آخر أنه لا تبطل، لكن المذهب أن الصلاة تبطل. وقول آخر قال بعضهم لا تبطل حتى ينقل إليه ركنا آخر، فإذا قام من الركوع قرأ الفاتحة أو قرأ التشهد قالوا حينئذ تبطل الصلاة. لكن ما يهمنا في هذا المقام أن نذكر أن هذا هو المذهب، أي المذهب الذي صححه الأصحاب الشافعي أنه تبطل الصلاة. والمصنف رحمه الله تعالى، الشارح الشيخ تقي الدين، كان شافعي مالكي المذهب، بمعنى أنه برع في المذهبين، نشأ على مذهب المالكية
ثم أخذ من الشافعي. فلذلك إذا راجعت إلى تراجم الشيخ تجد أن تراجمه موجودة في كتب الشافعية في مصنفات الشافعية وفي مصنفات المالكية على حد سواء، فكل منهم يدعي وصل ليلى، وكل منهم يقول الإمام ابن دقيق العيدي ينتسب. ولا شك ولا ريب أن أقواله معتبرة في المذهبين، بمعنى إذا رجعت إلى كتب الشافعية تجد أن تقريراته وتحقيقاته لها المكانة العلى، وكذلك إذا رجعت إلى كتب المالكية وجدت الأمر كذلك، فتجد أن تقريراته وتحقيقاته تجد أن لها مكانة مرموقة في المذهب. فلذلك تعقب الشيخ المذهب هاهنا وقال: هذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل، لأن البراء بن عازب يقول ركوعه وسجوده قال قريبا من السواء، فإذا كان ثمة تفاوت فهو تفاوت يسير. وجه الاستدلال على أن القيام من الركوع والاعتدال من الركوع هو ركن طويل، قال: لأنه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع كان قصيرا، وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة ذهب بعضهم إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل، وقد ورد في بعض الأحاديث وكانت صلاته بعد تخفيفا. الدليل على أنه هذا بالمعنى، بمعنى استنبط، لكن سيأتي في الحديث التالي إن شاء الله تعالى أن ثم نص على تطويله، لكن ها هنا يفهم أو يستنبط منه أن الاعتدال من الركوع ركن طويل. قال: لأنه لا يتصور أو لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة، إذا قمت ثم استفتحت وقرأت الفاتحة وقرأت بعدها ما تيسر من القرآن حتى لو كان من قصار السور، ثم أقول لك اعتداله صلى الله عليه وسلم من الركوع كان قريبا من قراءته، من قيامه، من قراءته، لا يتصور أن يكون قصيرا. وهذا استدلال جيد نافع في هذا المقام. قال المصنف: وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة، أي من حيث التطويل، ذهب بعضهم إلى أنه الفعل المتأخر، أنه وأظن أن ثم نقص ها هنا في نسختي، ولعل الصواب ذهب بعضهم إلى أن التخفيف هو الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل، فيما أظن هذه النسخة التي بين يدي، لكن في كل الأحوال يستقيم المعنى إذا قلنا ذهب بعضهم إلى أنه، أي التخفيف، الضمير يعود إلى التخفيف، الفعل المتأخر أي التطويل وهو الفعل المتأخر هو بعد ذلك التطويل، لكن الأصوب والله أعلم أن ثم نقصها هنا أو سقط، وهو قوله ذهب بعضهم إلى أن التخفيف هو الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل، وقد ورد في بعض الأحاديث وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد تخفيفا، وهذا الصحيح أن الإطالة بعد ذلك بقيت في حق من يصلي منفردا، لك أن تصلي وأن تطيل من صلاتك ما شئت، لكن إذا أممت الناس فعليك أن تخفف، وهذا الذي وردت به السنة عنه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذا الأمر أو هذا الفعل كان هو المتقدم، لكن بعد ذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم أن يخفف في الصلاة، لا سيما إذا كان الإمام، فإن الإمام يصلي بالكبير ويصلي بالمرأة ويصلي بالطفل، فلا بد من أن يخفف. قال الشارح رحمه الله تعالى: والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري وهو قوله ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء إلى آخره، قال: ذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية دون الرواية التي ذكر فيها القيام،
ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم. الحديث هذه الزيادة لو تأملتها حفظك الله استثنى القيام والقعود. رواية البخاري كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده إلى آخره ما خلا القيام والقعود، فاستثنى القيام والقعود من هذا التطويل. لكن الرواية الأولى قال فوجدت قيامه وركوعه وسجوده إلى آخره قريبا من السواء، أي كله كان يطيل فيه كله، فلذلك وقع التعارض في هذا المقام، مما حمل بعضهم ولم يسمه عنده، ويقصد في هذا المقام القاضي عياض رحمه الله تعالى، فإنه الذي رجح الرواية الأولى، الرواية التي اتفق عليها الشيخان، ثم قال الرواية الثانية التي انفرد بها البخاري حملها على أنها وهم من الراوي، فلجأ بالترجيح بإسقاط هذه الرواية وذكر أن راويها قد وهم. لكن الشيخ في هذا المقام قال وهذا بعيد عندنا أن توهم ثقة، لأن حسبك أن البخاري الإمام البخاري هو الذي خرج هذا الحديث. قال لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهما. فالأصل في رواية في الثقة أن تكون روايته مقبولة، فإذا أردت أن ترد روايته فدونك خرط القتاد، لا بد أن تأتي بدليل قوي يشفع لك أن ترد هذه الرواية. وإذا تعذر الجمع، بمعنى نقول والله هذه الرواية الثانية التي انفرد بها البخاري استثنى منها القيام والقعود ولا يمكن الجمع، فإذا لم يكن ثم سبيل إلى الجمع فإذا حينئذ ربما نلجأ إلى ذلك. لكن أن تسارع إلى توهين أو توهيم الراوي وتقول هذا الراوي واهم، هذا قال المصنف قال الشارح هذا أمر بعيد عندنا. فلذلك الراوي ثقة، وحسبك أن الإمام البخاري هو الذي خرج له. ثم نبه، وأظن أن هذا التنبيه لضعفة الفقهاء أو لضعفة الأصوليين، قال لا تقل في هذا المقام هذا عام وهذا خاص فنحمل العموم على الخصوص. قال وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام، فإنه قد صرح في حديث البراء في تلك الرواية بذكر القيام. صحيح الرواية الأخرى الأولى رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة لفظ عام، لكن البراء بن عاز في هذه الرواية قال فوجدت قيامه، فنص على القيام. ما تستطيع أن تقول هذا عام، هذا الحديث عام، والحديث الآخر الذي انفرد به البخاري خاص فأخصص به هذا العموم، فلا عام هنا بل هنا خاصان. فقوله فوجدت قيامه هذا خاص، ثم قال في الرواية ما خلا القيام والقعود أيضا هذا خاص، فتعارض الخاصان. وإذا تعارض الخاصان، إذا تعارض الخاص وجب طلب الترجيح، فليس هذا من قبيل العموم والخصوص. وأظن والله أعلم أن الشارح إنما نبه على ذلك حتى لا يقع في هذا الوهم أو في حملها على العموم والخصوص ضعفة الطلبة أو ضعفة الفقهاء، وإلا فيما يظهر لي أن الأمر واضح. فالرواية الأولى نص على القيام أنه طويل، والرواية الثانية نص كذلك على أن القيام ليس بطويل فاستثناه، فتعارض الخاصان، فليس هذا من قبيل العموم والخصوص. فاحتاج المقام لما تعارض الخاصان احتاج المقام إلى الترجيح، وهذه ميزة
مما امتاز به ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فإن الشيخ تاج الدين السبكي يقول أن ابن دقيق العيد أستاذ الأستاذين وسيد المتأخرين في استنباط المعاني، وأحد مشايخنا قديما في مجلس من مجالسه كان يقول: ثلاثة لم أقف على مثلهم في الجمع بين الأحاديث ورفع التعارض بينها، فذكر العز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد. فقال: توهيم الراوي لا مكان له هاهنا. وقلنا أن الذي حمل هذه الرواية على الوهم هو القاضي عياض رحمه الله تعالى، وسيتبين بعد قليل سبب توهينه لهذه الرواية. قال: يمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مختلفا، فتارة يستوي الجميع وتارة يستوي مع ما عدا القيام والقعود. فنحن نجمع بين الحديثين فنقول: هديه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض صلواته أن الركوع والسجود والقيام والجلوس والتشهد كله كان قريبا من السواء، قريبا في التطويل، وأحيانا كان كله قريبا من السواء ما عدا القيام، ما عدا القيام والقعود، فهذه حالة وهذه حالة. وهذا الجمع ذكره أو ارتضاه ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه يقول في هذا المقام أيضا استبعد أن تكون الرواية فيها توهين لأحد الراوي. قال: الراوي واحد هو البراء بن عازب، قال هذه مرة وقال هذه مرة. ففي المرة الأولى حين جعل كل صلاته صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء بما فيها القيام والقعود، قال: لينبه المصلي ألا يكون ثمة فارق بين في صلاته. قال: لا سيما في صلاة التراويح، صلوات التراويح. قال: فإن في صلوات التراويح كثير من الأئمة يطيل الصلاة، يطيل القيام، صحيح يقرأ حزبين، لكن قال: إذا جاء في الركوع والسجود فيقصر أو يقصر في ركوعه وسجوده وجلوسه. قال: ففي ذلك تنبيه له ألا يكون هذا التفاوت بين القيام والقيام والسجود والاعتدال فيكون قريبا من السواء، لا سيما في صلاة التراويح. والرواية الأخرى: ما خلا القيام والقعود، أي أن هذه سنته صلى الله عليه وسلم أيضا في صلوات أخرى. لكن الجمع بين بين هذين الحديثين على هذا الوجه الذي ذكره ابن دقيق العيد يحتاج إلى ما سبق وأن ذكرتك به، وقلت: كل منه على ذكر في هذه الرواية كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أو ذكر المصنف ولهج بها كثيرا وسيذكرها أيضا بعد ذلك، أن الراوي إذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول لك، قال: هذه كانت تدل على الاستمرار وعلى الأغلب، بمعنى أن أغلب صلاته وأغلب أفعاله على ذلك. فنحن إذا أردنا أن نجمع بين الحديثين نقول: كانت صلاته صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين كلها قريبا من السواء، قيامه وقعوده واعتداله وأحيانا على كذا، هذا ينبغي الإخلال بلفظة كان التي وردت في الحديث، فلا نحمله على المعنى الحقيقي، لأن قول الراوي كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدتين إلى آخر ما خلا القيام والقعود، بمعنى أن هذا كان أغلب صلاته صلى الله عليه وسلم، وكان تقتضي التكرار
والاستمرار. فهذا إذا أردنا أن نجمع ينبغي أن نحمل كان على غير معناها الأصلي أو على المعنى المجازي لا على المعنى الحقيقي. قال: وليس في هذا إلا أحد أمرين، إما الخروج عما تقتضيه لفظة كان إن كانت وردت في المداومة أو الأكثرية، لأنها ترد في لغة العربي بمعنى المداومة والأكثر، وإما أن يقال الحديث واحد واختلفت رواته عن واحد فيقتضي ذلك التعارض بين أمرين، إما أن نقول نخرج عن معنى لفظة كان فلا نحمله على المعنى الحقيقي، وإما أن نقول الحديث واحد ومخرجه واحد، وهو بالفعل الحديث مخرجه واحد، بمعنى أن الذي رواه هو البراء بن عازب. وسيأتي بعد قليل أن المصنف ترك عهدة البحث عن طرق الرواية إلى غيره، قال: فلعل أحدكم يبحث عن طرق الرواية، لكن الرواية هي عن البراء بن عازب دون غيره. قال: حينئذ يقتضي التعارض، ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا ولم يسميه وهو القاضي عياض، من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم ممن قاله. وهذا الوجه الثاني عن اتحاد الرواية أقوى من الأول في وقوع التعارض، وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية. الطريقة الفقهية ما المقصود بها؟ وهذا مصطلح. نحن نقول الراوي ها هنا واحد، وعند أهل الحديث أن الراوي إذا كان واحدا ثم اختلف الرواة في النقل عنه فإن هذه علة تقدح في الحديث فيردونه لذلك. لذلك وهذا ما حمل القاضي عياض رحمه الله تعالى في هذا المقام على أن يجعل الرواية الثانية وهم، وذلك لأنه نظر فرأى أن الرواية قد خرجت من طريق واحد، فإذا كان الراوي واحد والسامعون أكثر من واحد فاختلفوا في النقل، قال: لا بد أن يكون أحدهم قد أخطأ، فلذلك حمل الرواية الثانية التي انفرد بها الإمام البخاري على الوهم. قال: إلا على الطريقة الفقهية. الطريقة الفقهية وهو أن أهل الفقه حسبهم أن يصح الحديث، أن ينقل الحفاظ صحة الحديث، فلا يلتفتون إلى كثير من هذه العلل التي يعلل بها أهل الحديث أحاديثهم، فيقولون: عندنا الآن هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري، وإن كان الراوي واحدا فإن الفقهاء إذا اختلفت الرواية عن راو واحد فإنهم يحملونها على أنها روايات متعددة، على أنها روايات متعددة، فيسلكون مسلك الجمع بين هذه الأحاديث. لكن أهل الحديث يعدونها علة تقدح في الحديث، فلذلك يردون إحدى هذه الروايات فيقول: على الطريقة الفقهية. وهناك يعني غير ذلك، وهذه كثيرا ما يذكرها ابن دقيق العيد في شروحه، ويقول: هذا الحديث مقبول على الطريقة أو على طريقة الفقهاء، فالفقهاء يقولون. هل صحح هذا الحديث الحفاظ؟ إذا قالوا نعم قالوا خلاص نكتفي بذلك. طب هذه الاختلاف الروايات عن راوي واحد عند أهل الحديث علة تقدح الحديث، قالوا: نحن والله ما نقدح هذا الحديث، لا نقدح هذا الحديث، لكن نجعلها على أنها روايات متعددة تحتاج إلى جمع وترجيح. وأظن أن الصنعاني ألف كتابا في هذا المعنى، لا أذكره الآن، لكنه ألف كتابا في هذا المعنى، أي على طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء. لذلك ابن دقيق العيد حين ألف الإلمام في عمدة الأحكام، وهو كتاب جمع فيه أحاديث
في الأحكام ذكر في مقدمتي، قال أنا سلكت طريقة أهل الحديث وأهل الفقه، فلذلك ما ردت كل حديث أعله أهل الحديث، ولا قبلت كذلك بكل حديث استشهد به الفقهاء، لكن جمعت بين الطريقتين. قال الشارح ولا يقال إذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه، فإن المثبت مقدم على النافي. قاعدة الأولى حمل العام على الخاص ما تتأتى، قلنا ونبه عليها الشيخ، وكما ذكرت سابقا في أغلب وأغلب الظن أنه نبه عليه يعني تذكيرا لضعفة الفقهاء، لكن في هذا المقام هذه قاعدة مقررة أن المثبت مقدم على النافي. فالرواية الأخرى التي اتفق عليها الشيخان أثبت فيها الراوي أن القيام كان يطيل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية الثانية التي انفرد بها البخاري رحمه الله تعالى قال ما خلا القيام والقعود. إذن عندنا مثبت ونافي، فتأتي القاعدة الحديثية الأصولية في هذا المقام فيقال إذن نقدم رواية المثبت على النافي. وتقديم رواية المثبت على النافي يذكره حفظكم الله أهل الأصول، يذكره أهل الأصول في باب التعادل والترجيح، يذكرونه في ترجيح الروايات، لكنهم أيضا يقيدونها بقيد. صحيح قاعدة مقررة طيبة نافعة، لكن يضعون لها ضوابط. لذلك الشيخ لما ذكر هذه القاعدة قد تتبادر إلى الذهن في بادي النظر ويقول نعم والله نقدم هذا المثبت على النافي، قال لا، لأننا نقول الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام. قال ما خلا القيام والقعود، أي ما كان يطيل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخروج تلك الحالة أعني حالة القيام والقعود عن بقية حالات أركان الصلاة، فيكون النفي والإثبات محصورين في محل واحد. وأظنه أراد بمحل واحد أي في مجلس واحد. فأهل الأصول يقولون احنا نقدم المثبت على النافي إذا كان الراوي قد ذكره في أكثر من مجلس، ذكر هذا في مجلس فسمعه من سمعه، ثم ذكره أيضا في مجلس آخر فسمعه من سمعه، فروى الأول زيادة والثاني لم يروها، فحينئذ نقول نقدم المثبت على النافي. لكن ها هنا المجلس واحد، فإن البراء بن عازب ذكره في مجلس واحد، فإذا ذكره في مجلس واحد انتفت تلك القاعدة فلا تقرر ولا يؤخذ بها. فالنفي والإثبات انحصرا، أي سمعه من سمعه في مجلس واحد في محل واحد، فتعارض، فلا سبيل إلى إزالة هذا التعارض بهذه القاعدة الأصولية الحديثية، وهو تقديم المثبت على النافي. إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى فيها انحصار في محل واحد بالنسبة إلى الصلاة، ولا يعترض على هذا إلا ولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة كان إن وجدت في حديث. وأعاد ما سبق وأن مال إليه الشيخ، وهو أن يقال في، وهذا الصواب، أن يقال أحواله صلى الله عليه وسلم تختلف، فبعض أحواله صلى الله عليه وسلم هذه على الطريقة الفقهية، بمعنى احنا نقولنا نعتبر هذه الروايات على أنها روايات متعددة. فالرواية الأولى التي اتفق عليها الشيخان بمعنى أن من صلاته صلى الله عليه وسلم أن تكون كل الأركان قريبة من السواء، وأحواله صلى الله عليه وسلم في صلوات إذا صلاها أخر أنه كان
كله قريب من السماء ما خلا القيامة والقعود فإنه يخرج عن هذا فيطيل فيه أكثر من غيره. وبذلك يجتمع هذين الحديثين، وهذا لا يتأتى إلا بالخروج عن لفظة أو مقتضى لفظة كان، والخروج عنها يسير لأنه أحيانا الرواة قد يحمل اللفظة على المعنى المجاز، وربما وقع هذا الأمر مرة مرتين ثلاثة فيقول كان زيد يذهب إلى كذا، وكذلك هذا الراوي قال كان سجوده وركوعه، بمعنى مرة مرتين أو بعض الأحوال أو نحوها. فالخروج عن مقتضى لفظة كان ليس بذي شأن كبير، فحمله على المعنى المجازي حتى يتسنى لنا الجمع بين الحديثين فيما أظن وفيما مال إليه الشيخ هو الأولى. ثم أورده بوجه آخر، قال أو كون الحديث واحدا عن مخرج واحد اختلف فيه، فلينظر في الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف في مخرج الحديث. قال بمعنى كأن الشيخ ما نظر فيه لكن تركه يعني لغيره. وهذا والله من لطائف العلم يا أحبابنا أن أحيانا بعض المشايخ يقول وهذا ينظر يحتاج إلى نظر، فيأتي من بعده فيقول وقد نظرت فيه. لذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى نزولا على نصيحة الشيخ في هذا المقام فلينظر فيه، قال وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء، لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام هي من طريق هلال ابن أبي حميد عنه، ولم يذكره الحكم عنه، وليس بينهما اختلاف في سوى ذلك إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله ما خلا القيام والقعود. وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى القيام للقراءة، وكذا القعود المراد به القعود للتشهد. فمخرج الحديث واحد، مخرج الحديث واحد عن البراء بن عازب، لكن سبيل الجمع هو ما ذكرناه، ولا يعل يعني ولا وهو أولى من إسقاط أو حمل رواية البخاري على الوهم. ثم نختم أيضا بالحديث الثامن، وهذا الحديث له صلة بما سبق. الحديث السابق ذكرنا أن الاعتدال أو القيام بعد الركوع قد استنبط من هذا استنباط قوي يعني واضح ظاهر، استنبط منه أنه ركن طويل. لكن في هذا الحديث الذي نحن بصدده هو نص على أن الاعتدال من الركوع ركن طويل، فلذلك بعض الشافعية راجع حتى أن الإمام النووي رحمه الله تعالى يعني بعد أن ذكر المذهب قال وهذا هو الراجح أنه ركن طويل. الحديث الثامن، قال الحافظ عبد الغني المقدسي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي من طولها. انتهى الحديث من طولها، هذا مني عفوا، انتهى الحديث. قال الشارح الشيخ تقي الدين بن دقيق لين لا آل أي لا أقصر، أي ما أقصر لا أقصر معكم، لا آل لا أقصر معكم. وقد قيل إن الألو يكون بمعنى التقصير، أي في لغة العرب إذا قلت لا آل أي لا أقصر،
وتأتي أيضا بمعنى الاستطاعة، لا آل أي لا أستطيع. طيب على أي المعني، على أي معني اللغة نحمله، على معنى الاستطاعة أو على معنى التقصير؟ حملناه على المعنى له، أي لا آل أي لا أقصر. والذي حملنا على ذلك هو سياق الكلام، لأن الراوي في هذا المقام وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أراد أن ينقل للسامع وللرائي ولهذه الأمة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قدم بهذه المقدمة، قال أنا لا آل، لا شك أن المقصود ها هنا لا آل بمعنى لا أقصر، لأن السياق يدل على ذلك، ولا يمكن حمله على المعنى اللغوي الآخر أي لا أستطيع. قال والألو على مثال العتو، ويقال الألي على مثال العتي، والماضي ألا، وقد يقال في هذا المعنى ألا بالتشديد. هذا المعنى اللغوي، لكن المقصود، لكن تنبه حفظك الله إلى طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تشويق النفوس إلى متابعة هديه صلى الله عليه وسلم. قال ترى أنا ما أقصر معكم، فأبين لكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله تعالى عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله، أي قول الراوي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقوله أن أصلي، أي في أن أصلي. وتقديم أنس رضي الله عنه لهذا الكلام أمام روايته ليدل السامعين على التحفظ لما يأتي به، ويحقق عندهم المراقبة لاتباع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام بلاغته وحرصه رضي الله عنه. فالسامع إذا أتيت بهذه المقدمة تقول أنا لن أقصر معك يا فلان حتى أبين لك هذا الحق، فإن السامع حينئذ يتنبه إلى ما سيأتي من كلامه. لكن الشاهد فيما سيأتي، قال وهذا الحديث أصرح في الدلالة. الحديث الأول قلنا أنه يستنبط منه استنباط قوي، لكن هذا الحديث أصرح في الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل، والله أعلم، بل هو والله أعلم نص فيه، والصحيح أنه نص، لأنه يقول حتى يقول القائل قد نسي. قال يعني إن أنسا يفعل أفعالا لا أراكم تفعلونها، فإذا قام من الركوع وقف حتى أقول قد نسي، فهذا نص على أن الرفع من الركوع ركن طويل. قال فلا ينبغي، وهذا كلام لمعاشر الشافعية، قال فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف ذكر في أنه ركن قصير، وهو ما قيل إنه لم يسن فيه تكرار التسبيحات على الاسترسال. الشافعية أو مذهب الشافعية حين حملوا فقالوا الاعتدال من الركوع هو ركن قصير، قالوا لأن القائل إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، هذا الذي وردت به السنة، بخلاف السجود والركوع، فإن السجود يكرر، تكرر التسبيح مرتين، 4، 10، 20، 30، فلذلك يطيل. الركوع كذلك، فقاسوا فقالوا، فلذلك قالوا لا يسن فيه تكرار التسبيحات كما يسن في السجود والركوع، فلذلك كان هذا الركن أو الاعتدال من الركوع ركنا قصيرا. فتقابل ها هنا نص واجتهاد أو قياس، ولا شك ولا ريب أنه يقدم النص على الاجتهاد والقياس، يقدم النص على الاجتهاد، فنقول ها هنا نص
عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الركوع يطيل الاعتدال. إذا قلتم والله هو الذكر الذي فيه على فرض التسليم، وإلا الذكر الذي يقال في الاعتدال من الركوع، وردت في السنن والآثار أذكار كثيرة يطيل فيها المصلي القيامة، لكن على فرض التسليم أنه لا يكرر، نقول والله هذا نص عنه صلى الله عليه وسلم وهو في مقابل الاجتهاد، والنص يقدم على الاجتهاد، وهذه قاعدة أصولية مقررة. لذلك قال وهو كما قيل، أي كما قال الشافعية، إنه لم يسن، أي في الاعتدال، فيه تكرار التسبيحات على الاسترسال كما سنت القراءة في القيام والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقا. قال النص إذن يقدم على هذا الاجتهاد. ولعلنا نشير في هذا المقام أنه هذا وإن كان هو المذهب الذي نص عليه الشافعية، لكنه المذهب ما يسمى بالمذهب الاصطلاحي، بمعنى الذي اصطلح عليه الشافعية. وإلا الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو شافعي رحمه الله تعالى يقول: وهذا من الغرائب، فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نص في الأم ونقل النص، نص في الأم على أنه يكره، والكراهة لا تستدعي إبطال الصلاة. كيف تقولون تبطل صلاته إذا أطال القيام بعد الركوع؟ وهذا نص من الإمام الشافعي في الأم يقول إنما يكره. قال: كرهت له ذلك، كرهت له ذلك. وهذا من غرائب العلم حقيقة، بمعنى أنك تجد في كتب المذهب المصطلح عليه هو كذا، لكن الذي نص عليه الإمام المذهب شيء آخر، وهذا لا يخلو منه مذهب حتى عند الحنابلة. فإن المرداوي رحمه الله تعالى أحيانا ينقل في الإنصاف فيقول: ونص الإمام أحمد على كذا، لكن المذهب هو كذا وكذا على ما اصطلحناه، على ما أي بمعنى هو المصطلح عليه، فيكون يعني شيئا آخر، يكون شيئا آخر. فكذلك ها هنا، والنووي رحمه الله تعالى وهو أحد شيوخ المذهب، مذهب الشافعي، وممن من أصحاب الترجيح عنده، مع أنه ذكر أن المذهب عند الشافعية هو إبطال الصلاة، أن الصلاة تبطل إذا أطال الاعتدال، قال: لكن الراجح من حيث الدليل هو إطالة الاعتدال من الركوع لهذه الأحاديث الواردة فيه. هذا ما سمح به المقام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.